السلام عليكم صاح، مرحبا بكم الناس الكل. عاد في القاسمي مدرب بالكيك بوكسينج. فرحان برشا اني كيف سمعت بالرياضه هذه اللي هي رياضه الكيك بوكسينج والمنظمه ذي نتاع اليو اف كا باش تحدث لنا العديد من البوكسرات توا في تونس. وعندنا برشا رياضه احنا مهمشه لهنيك في تونس، عندنا برشا بوكسرات ضايعين، عندنا برشا ابطال معناها تحت الحيط. اليوم جات المنظمه ذي داخلة بالقانون قوي برشا، داخلة برشا خدمة مزيانة برشا، كل شيء بالوثائق، فهمتني؟ وإن شاء الله بقدرة ربي احنا باش نعملوا برشا حاجات ومستعدين، وعندنا أبطال توا مستعدين وفرحانين برشا اللي هي اليو اف كا هذيا مدت لهم يد المساعدة ليهم، وبقدرة ربي إن شاء الله باش يكون عندنا برشا أبطال وباش نوصلوا لحاجة اللي احنا ما وصلنا لهاش قبل. نبيل فوار مدرب وشو كونغ فو كيك بوكسينغ. احنا سمعنا بالمنظمه ذي اي اف كا مع تدخل لتونس، ان شاء الله ننتظروا منها حاجات باهيه، خاطر عندنا برشا لاعبين معناتها مهمشين مش عارفين روحهم فاش قاعدين يعملوا، يخدموا هوات اكاهو، ماذا بينا نخرجوا ابطال معناتها عالميين، وان شاء الله تكون المنظمه ذي معناتها حاجه باهيه وتحتضن اللاعبين هذوما ونخرجوا ابطال ان شاء الله في المستقبل باذن الله. السلام عليكم. رضا بالحسن، ممرن ووشو كونغ فو وحكم افريقي ومدرب كيك بوكسينغ. مرحبا باليو اف كا، منظمه كبيره عندها برامج قوية تشجع الأبطال متاعنا وتشجع، وثانية حاجة تشجع المدربين وكيف كيف الحكام زادة. عندها برنامج قوي معنا، سواء كان معنوي اللي كنا نلوجوا عليه والمادي موجود إن شاء الله في اليو اف كا، إن شاء الله باش نحوك التنظيم العشوائي نقضوا عليه، وان شاء الله نختموا تحت اطار قانوني باسم المنظمه اليو اف كا. السلام عليكم. بدر الدين ابراهيم، مدرب في الكيك، في رياضه الكيك بوكسينج. احنا سمعنا بالمنظمه هذه، سمعنا بالمنظمه اليو اف كا، فرحنا، عطينا ثقتنا فيها ان شاء الله. ان شاء الله معناها باش نكونوا البوكسرات، باش نلموا لي بوكسرات الكل ونحطوهم في منظمه بروفيسيونال ان شاء الله.